الصحة. Le corps médical et le staff médical nous avons désigné ici sur l'eau avec 45 lits des suites des appartements pour les médecins et les professeurs. Très bien. Donc la première partie. Donc deuxième partie, nous avons. الوزير الاول وهاو الجهاز التنفسي يقدر هذه يمد الزول واش هذه سبيسيال بالمناسبه الخبريه كل هذا سي جينيراتور اوكسجين مكثف مكثف اتخذت القرارات بتوجيه كما قال السيد وزير الصحه بعض الهياكل الفندقيه على المستوى المدن الكبرى من اجل توجيهها لاستقبال المرضى مرضى كوفيد 19 خاصة الذين يعانون من النقص في الأكسجين وهذا أول هيكل اللي هو فندق مازافرون وتقرر توجيه الأكثر من 700 سرير من أجل استقبال المرضى وتوزيعها على كما قال السيد وزير الصحة على مستوى كل الهياكل الاستشفائية على مستوى جزائر العاصمة وسوف تتم نفس التجربة على مستوى المدن الكبرى التي تعاني من نقص في الهياكل الاستقبالية وحتى ولو كانت لديها هياكل استقبالية فإن هذه العملية سوف تسمح بالتخفيف من الضغط وباستعمال الأمثل للوسائل خاصة مكثفة الأكسجين وإن شاء الله رب العالمين أنكم تلاحظوا بأن الدولة تقوم بكل المجهودات من أجل مجابهة هذا المرض وتعليمات الصارمة سيد رئيس الجمهورية الذي يتابع هذه العملية ساعة بساعة يعني